ازيكم يا جماعة، أنا علي الشرابي. أنا دلوقتي في سنة 12 ومسيرتي في الديو بدأت في 2012، برضو كنت رابع N. وفي الأول كنت خايف إن أنا ما أقدرش أتعلم اللغة، أو إن أنا بعد كده ما بقاش نفس مستوى الفصول التانية اللي هما بيتعلموا اللغة الألمانية من وهما في الحضانة. بس في الحقيقة ما أقدرش أنسى ال 18 حصة ألماني اللي كنا بناخدهم في الأسبوع، اللي كانوا كافيين جدا ان هم يطلعونا مستوى الباقيين. المدرسة بتبقى البلان بتاعتها ان احنا في سنة 10 هنجات ميكست مع الفصول التانية، وان احنا في سنة 10 المفروض نبقى بمستواهم، بس في الحقيقة ان احنا بنبقى واصلين لمستواهم او احسن منهم كمان قبليها بكذا سنة. ومش هكذب عليكم، في الاول كانت علاقتنا بالفصول التانية مش احسن حاجة، بس النهاردة ممكن اقول لكم ان انا اعرف كل حاجة عن كل واحد عندنا في الدفعة، وانه مع الوقت الديو بتبقى زي عيلتنا. وانا دايما كنت بقول انه بحب الديو علشان كل حد بيتخرج من الديو عمره ما بينساها، وانه الناس كلها بترجع كل سنة بيتقابلوا في الديو وكده. فصراحة انا افتخر ان انا اكون ديو وان انا انتمي لعيلة ديو. وأحب أطمنكم إنه مفيش داعي للتوتر، والمدرسة بتسبورت في كل حاجة ومش هتسيبكم وهتتبسطوا جدا فيها. شكرا ليكم.